تقدم للاهلي الشوط الاول 2-1 على اوراوا الياباني بعد شوط اكثر من رائع للنادي الاهلي. لا يعيبه الا الهدف الاول لاوراوا الياباني اللي احرزه خوسيه كانتي، عكس سير اللاعب تماما. نادي الاهلي مستحوذ، نادي الاهلي هو الاكثر سيطره، نادي الاهلي هو الاكثر خطوره على المرمى. نتيجه 2-0 كانت نتيجه كنا عايزين نقول انها قليله كمان على الشوط الاول، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هنشوف حلول مستر كولر للتعامل مع احداث الشوط الثاني، بس هنروح للفاصل الاول وبعدين نرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول. انتظروا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تفوق كاسح للنادي الاهلي الشوط الاول لولا الهدف اللي عكر صفو الامور. مبروك الشوط الاول، وعقبال ما نبارك باذن الله المباراه كلها والمجلية. يا رب. زي ما احنا كنا بنتكلم مع بعض، محتاجين ضغط برضه تاني على الفرقه. فرقه منهكه يعني مش قادره. احنا اللي بنسمح لهم بعدم الرقابه الجيده على اللاعبين، بيستلموا عندك في التلت بتاعك بسهوله. ليه انا مش عارف يعني، انت بس لو ضغطت عليهم كده هم مش قادرين بدنيا حتى ان هم يروحوا. وبعدين فجاه رجعت تاني اتخليت عن الشكل اللي كسبك، اللي هو الضغط عليهم، خليتهم يحضروا زي ما هم عايزين ويوصلوا برضو لغايه نص ملعبك. انا مش فاهم، هل دي لياقه بدنيه بتقع منك، او ده كلام انك انت عايز تسيطر وتلعب على الكره الثانيه اللي هي الكونتر اتاك بالنسبه لك؟ سهل جدا ان انت كنت تكسب وتخلص المباراه بهدف ثالث عن طريق علي معلول. علي معلول الحقيقه بيوصل ناحيه الشمال كويس جدا، وفي علاقه بين حسين الشحات وعلي معلول في التناول وفي التحضير وكل حاجه بزيادات. والنجم اللي انا شايفه بتاع الشوط الاول هو كوكا، احمد نبيل كوكا الحقيقه ظابط الايقاع في ناحيه الشمال دي، وبيحضر الكره صح وما عندوش ميس باس. فانت عندك فرصه ذهبيه جدا انك انت في النهارده انك انت ما تديش فرق لفريق زي ده انه يبقى معاك في الجيم، فما يخشش معاك جوه الماتش. هو دخل جوه الماتش، ولكن انت لازم تلعب اجريسيف شويه عليه. لما بتضغط عليه وبتعمل اجريسيف بتجيب الجول الثالث ان شاء الله، وتتوج بقى ونخلص الحكايه كلها باذن الله. ان شاء الله ربنا. ملوش لازمه ان احنا درس وخدناه قبل كده ما يحبش نرجعه تاني يتكرر. صحيح. ما نحبش الدرس يتكرر تاني يا كابتن اسامه. اه طبعا. خصوصا بعد شوط اول اكثر من رائع للنادي الاهلي. مظبوط. هدف اللي دخل فينا ملوش لازمه. انت شوط مميز جدا من معظم اللاعبين. صحيح. يعني ماتش فلومينيزي في بعض اللاعبين ما كانوش في حالتهم، النهارده معظم اللاعبين في حاله جيده. بيرسي تاو بيتحرك كتير قوي ناحيه الجنب وجاب جون كويس، حسين الشحات وعلي معلول وكوكا الناحيه الثانيه، كهربا مروان تمرير النهارده مظبوط بدرجه كبيره، امام بيتحرك يعني في هاني، وطبعا عبد المنعم وياسر ظابطين الدنيا. هي الغلطه الوحيده انك انت ابتديت في اخر 10 دقايق في بعض التمرير الخاطئ، يعني ده كان بنسبه كبيره التمرير والاستحواذ كان فارق كتير قوي مع النادي الاهلي. واحنا قلنا ان احنا الفرق بيننا وبينهم ان احنا اللعيبه بتاعتنا في ذكاء، في ذكاء في الفكر. احنا فكرنا غيرهم، هم اتحركوا ويجروا، حتى الجري النهارده مش كتير بالنسبه لهم، بس احنا في ذكاء في التمرير، في ذكاء في الفكر، في ذكاء في الترقيصه، في ذكاء في فاحنا مسيطرين على كل الملعب. بس هي الغلطه الوحيده الجول الاخير وبعض التمرير الخاطئ من بعض اللعيبه في المرحله الاخيره من المباراه. فان شاء الله نشوف الشوط الثاني كويس ونقدر نحسم اللقاء يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، رايك في اداء الفريقين الشوط الاول؟ استحوذت على الشوط الاولاني بالكامل ما عدا اخر 5 دقائق اللي هم جابوا الهدف فيه، ولكن انت مستحوذ على المباراه ومستحوذ على حتى الباص بتاعك منضبط، التحرك بتاعك منضبط، المقابله كويسه، انك بتقابل من نص الملعب ما استعجلتش، احيانا تعمل ضغط واحيانا ترجع تاني نص الملعب، ودي حاجه كويسه جدا. الشوط ده اللي حصل الشوط الاولاني. اه مستر كولر يدير ازاي الشوط الثاني؟ لازم، انا من وجهه نظري لازم يراعي حته اللياقه البدنيه، لازم يراعي حته الجهد وجهد اللاعبين في الشوط الثاني، علشان ما نرجعش لحته ان احنا نرجع يبقى في تراجع بدني. عندك تغييرات لازم تستخدمها بدري، بلاش تستخدم التغييرات بعد الدقيقه 70، علشان يعني اللعيبه عقبال لما بينزل وبيتاقلم بياخد له ربع ساعه،
الحاجه الثانيه بتغير في اخر 10 دقائق او 15 دقيقه بتغير خمس لاعبين، فبيحصل دروب في الفرقه فنيه وحته التضارب في النواحي الواقفه والتحرك والحاجات دي كتير. فانت يجب انك انت تعمل تغيير مبكر بين الشوطين وتحتفظ بحته نص الملعب، لان فرقه اليابان لو انت نزلت واحرزت هدف في البدايه يعني نفسيا هيقعوا اكتر من كده. يعني كنت اتمنى ان يطلع 2-0 كان نفسيا راحوا حته بعيده، لكن دلوقتي قربوا شويه من وجهه نظرهم، فتلاقيهم نازلين ضاغطين عليك الشوط الثاني. لو احرزت مع ان شاء الله مع اول فرصه ليك احرزت هدف هتروح لحته ثانيه يا رب خالص. ان شاء الله. كابتن بلال، تفوق واضح النادي الاهلي، هدفين لياسر وبيرسي تاو، ولكن بعد احراز هدف اوراوا، اوراوا دخل اجواء المباراه. السيناريوهات المتوقعه من وجهه نظرك في الكابتن؟ شوف يا كابتن، مش السيناريوهات المتوقعه، ولكن انا اتمنى الاهلي يلعب بشكل مختلف الشوط الثاني شويه. ازاي؟ بمعنى النهارده الشوط الثاني وضع طبيعي بعد برضو المجهود اللي بذلته الشوط الاول، ان انت ممكن المعدلات اللياقه البدنيه تقل. احنا مشكلتنا الشوط الاول في اخر ثلث ساعه انت ماسك كوره بس الخطوط مفتوحه بشكل كبير، انت مش قافل الخطوط بتاعتك حتى وانت بتحضر. ياسر واقف في اخر الملعب وعبد المنعم من الناحيه الثانيه على 18 الثاني، والاثنين الباكين علي معلول واخد ناحيه معدي نص الملعب، وحمد نفس الموضوع نص الملعب مفتوح عليك. عندك مساحات كتيره جدا ما بين خطوطك مفتوحه، بس يقدر الخصم يستغلها. اوكي حلو ماشي تمام يعني، بس خد بالك ما هو انا ده سيستم لعبه يا كابتن ايمن. انا النهارده الفرقه ادتني فرصه، ولكن عملت ايه الفرقه لما لقيت ان انت خطوط عندك مفتوحه بيقدروا يستلموا بشكل كويس؟ راحوا مرتين ثلاثه في اخر الشوط الاول وقدروا يسجلوا واحده هدف، والثانيه اتلعبت بالعرض واللي بعديها طلعها عبد المنعم. يعني في ثلاث اربع فرص خطر تمام، كان ممكن لا قدر الله واحده ثانيه فيهم تيجي جول فتتعادل. لا لازم يبقى بتقفل شويه المساحات عشان ما تديش فرصه للفرقه اليابانيه ان هي تدخل اجواء الجيم تاني. صحيح. لان الشوط التاني هيبقى مختلف شويه، الشوط التاني هيحاولوا هم في البدايه برضو يقتلوا الجيم شويه، بعد كده ممكن يحاول ان هو يبتدي يهاجم يستغل حته خلاص انا مغلوب 2-1 وده ماتش، يعني مش هيبتدي يهاجم النادي الاهلي من الشوط التاني. بص اعتقد زي ما لعب اخر ثلث ساعه هيبتدي بيه الشوط الثاني، ان هو يبتدي يحضر لحد ما يلاقي مساحه يتحرك فيها ويبتدي يشتغل منها زي ما بيشتغل كده على الاطراف. هو بيستغل ايه؟ بيستغل الاثنين الباكين، يبتدي يحضر يخش الوينج في الاثنين وينجين يخشوا في القلب، يوم طرف الباك رايت رايح الباك ليفت رايح، يبتدي يعمل الكرات العرضيه اللي سجلوا منها هدف. احنا بس عايزين نقفل مساحاتنا شويه يا كابتن ايمن، وبعدين مش كل الكرات تتلعب هجمات مرتده سريعه، لازم يبقى بنتقل شويه على الكوره، بنهدى شويه. يعني في مجهود بيعمله بيرسي تاو يعني زايد عن اوفر الطبيعي، ومجهود يعني انا اسف ملوش قيمه لازم. يعني فاهم قصدي؟ ملوش قيمه، يعني بتروح الناحيه الثانيه عشان تعمل باس ملوش قيمه. يعني استفيد بالنفس بتاعك في الحته بتاعتك تمام، مدير فني المفروض يتدخل في الحته دي. يعني بيرسي تاو برده من اللعيبه اللي انت بتعول عليهم في الحته الهجوميه، ما ينفعش يستنفذ الطاقه بتاعته في الجري العرضي بالشكل اللي ملوش يعني هدف ومعنى واضح. عايزين نباصي ماشي اوكي، ممكن نلعب نباصي كره تتنقل من رجل لرجل وحلو، ده كلام جميل جدا جدا والاهلي بيعمله بشكل رائع جدا جدا ويس. جدا وعلى فكره يعني، ودي الحاجات اللي احنا كنا بنطالب بيها قبل كده، ان انت بتدي تباصي من رجل لرجل لرجل لرجل، لكن الكره اللي تتحرك مش اللعيب اللي بيتحرك كويس. يعني الكره هي اللي تتحرك، هي اللي تعمل المجهود، مش بيرسي تاو اللي يعمل المجهود كويس. وكمان في حاجه مهمه جدا، التصويبات. احنا الجول اللي سجلناه وفتح الجيم كرة متشاطة من محمد هاني، لازم برضو نكتر من الحتة دي. القلب الملعب عندهم مفتوح، الاثنين السترد باكين يعني أسوأ اثنين موجودين عندهم هو الخط الدفاع، الاثنين السترد باكين لازم نستغل الحتة دي بشكل كويس. الهدف اللي جبناه واحدة متشاطة محدش بيقابل، الثانية السنتر باك بيرقص اتقطعت منه جت جول، لازم نستغل كمان. ما ده كابتن احنا قبل الماتش قلنا ايه؟ لازم في بعض الاوقات تضغط، تمام؟ مش هتقدر طول الشوط في بعض الوقت بتضغط عشان يبقى ليك فرصه، ولما ضغطت وسجلت خلاص انت 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 مسيطر دلوقتي على الماتش. مهم جدا. قلقان من ايه وخايف من ايه؟ صوتك حتى في قلق. انا يا كابتن قلقان، انا قلقان من طبيعه، انا قلت لك حتى واحنا بنتفرج مش عاجبني طريقه الباص اللي بنباصي بيها،
مش عجباني. الجيم انتهى بالنسبه لنا في الملعب. لا الجيم ما انتهاش. الجيم لسه في الملعب. صحيح. الحكم ما صفرش الجيم لسه في الملعب. صح. مش عاجبني مثلا انك تمسك كوره عايز تعملها كده وعايز تعمل كده وعايز تحط كوبري ماشي ده كلام جميل حلو قوي في الكوره بس وانا بلعب سيريس تمام وانا بلعب جاد مش هعمل كده الكره ده تترد عليها هجمه مرتده اعمل واحده ثانيه اجي ارجعها للشناوي ازنقه في واحده مضغوطه لا اعمل الكلام ده نعم يا كابتن نلعب الاماني بالظبط اعمل الامان بالزبط. واخر 10 دقايق لو كسبان 3-0 خلاص اشتغل زي ما انت عايز تشتغل مش من اخر تلت ساعه في الشوط الاول لسه بدري جدا حسابات كره القدم بتختلف كل 5 دقايق صحيح التغييرات كمان هيبقى ليها تاثير كبير قوي يا ايمن لان واضح الجهد اللي بيتعمل ده هيحصل تعب في بعض الاماكن التانيه واضح ان الفرقه اللي انت بتلعبها مش قادره تتحرك انت اللي نتمنى ان احنا نسيبهم ان هم بعدم التمركز والرقابه اللي عليهم والضغط هو اللي خلاهم بقى ليهم وجه يعني. ما هو كابتن شريف مش هتقدر تضغط 90 دقيقه برضه طول الوقت مش على كده مش هتضغط لازم يبقى عندي تريح تقارب في الخطوط كده الكره الثانيه تبقى بتاعتك على طول كل التوفيق النادي الاهلي ان شاء الله لتاكيد الفوز وتعزيزه هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه ارجوكم انتظرونا